قطعت موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وأضافت موريتانيا أن هذا القرار جاء في ظل إصرار قطر على التمادي في السياسات التي تنتهجها. وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إن موريتانيا في كل المناسبات أكدت التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في الوطن العربي والعالم.